صليتي يا لولو قبل ما تنامي؟ ايوه صليت من بدري، انت عارفه ان عمري ما نسيت الصلاه. شاطره يا لولو، يلا تصبحي على خير. وانت من اهلك. ايه يا لولو، انت نورتي النور تاني ليه؟ انت نسيتي حاجه؟ كنت ببص كده على حاجه بس خلاص خلاص يلا. ماشي اطفي النور. طيب ايه يا بنتي، نورتي النور تاني ليه؟ عاوزين ننام. هو ينفع ننام والنور منور؟ لا يا لولو، انت عارفه ان انا ما بعرفش انام في النور. هو انت ليه اصلا بتنوري النور؟ اصل خلاص خلاص خلاص. ايه يا لولو، هو انت بقيتي بتخافي من الضلمه؟ بصراحه كده يعني لما بنطفي النور بيبقى شكل النور اللي متعلقه غريب قوي. طب تعالي هوريكي على حاجه. ايه هي؟ هاتي ايدك. بصي يا لولو، دي هدوم اهي وما فيهاش اي حاجه. فعلا ما فيهاش حاجه تخوف. يلا ننام والنور مطفي. بصي كمان اهو، ما فيش اي حاجه في الهدوم. بصي يا لولو، احنا لما بنحس ان في حاجه بتخوفنا بنروح لحد عنده، وساعتها هنتاكد انها مش بتخوف، وساعتها بقى الخوف هيسيبنا ويمشي. يلا يا لولو عشان ننام. جون، هو ده الجون. قطعناكم يا معلم. ايوه ما هو فعلا جون حلو على فكره. انت زعلان ولا ايه يا ماركا عشان جبنا فيكم جون؟ المفروض اتعودتم على كده اصلا. يلا اهو عادي بقى. عادي؟ مارك انت كويس؟ اه يا بنتي ما انا كويس قدامك اهو. كويس ايه بس؟ انت متاكد انك مارك اصلا؟ يا ماما هو انت ما شفتيش مارك النهارده؟ ما تبطلي هزار بقى. طب قول لي مالك؟ ده انا حتى اختك حبيبتك يعني. انا ماليش، انا هقوم اذاكر شويه لغايه لما بابا ما يجي وبقوا نادولي وقت الغدا. خلاص براحتك. ايه الجمال ده؟ سلمت ايديكم. ايه السفره الهايله دي؟ امال ايه؟ ايه ده، امال فين مارك؟ ده كان اول واحد بيجي يقعد على السفره. يا مارك تعالى يا حبيبي، الغدا جاهز. حاضر يا ماما انا جاي اهو. هو تعبان ولا ايه؟ النهارده يا بابا مارك غريب جدا، تخيل ما اتخانقش معايا لما الاهلي جاب جون زي العادي بتاعه يعني. اهلا اهلا بحفيد المشاغب. اهلا يا جدو. اهلا يا جدو. بس ماشي، انت في حاجه النهارده مغيراك على فكره. لا يا جدو انا تمام ما تقلقش. طب يلا يلا بينا عشان ناكل. صلي يا جدو. يلا يا رب يسوع المسيح نشكرك على هذا الطعام، وخلي مارك يرجع تاني بضحكته الحلوه دي يا رب يا رب. اسمعنا عندما ندعوك بشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام عليكم. النهارده بقى يا بابا عملت لك الاكل اللي انت بتحبه وسويته لك على الاخر عشان لما تاكل ما تتعبش. على فكره اكلك بيفكرني باكل ماما قوي. اما الاهلي جاب حته دين جون يا جدو النهارده، اما ايه مزيكا. للاسف كنت نايم ما اتفرجتش عليه. الاهلي حديد، الاهلي حديد. حسن طب كلي بقى يا لولو انت كمان عشان تبقي حديد. لا ده مارك مش معانا خالص. مالك يا ابني في ايه؟ مفيش، تعبان بس شويه ولسه ورايا مذاكره كتير وكده. يلا حبيبي خلص اكلك عشان تخش تكمل مذاكره. حاضر يا ربنا معاك يا حبيبي. اتفضل. ايه يا عم مارك؟ ايه يا جدو؟ انت مش معانا خالص، في ايه؟ مفيش بس ورايا مذاكرة كتير. مذاكرة؟ واضح المذاكرة واخدة حقها معاك قوي، بدليل انك واقف قصاد المراية وبالبابيون وبتذاكر.
بالراحة أنا بهزر. في إيه يا واد؟ هتخبي على جده؟ قول في إيه؟ جده أنت عارف إن أنا في قرار المدرسة صح؟ آه عارف. تمام. والمستر شايف إن أنا صوتي حلو. أيوة يا سيدي وعرفت وفرحت قوي لأن صوتك حلو. أيوة ما باين بقى إن مستر المدرسة خد باله هو كمان. عظيم. أيوة قال لي بقى إن في حفلة جاية وعايزني أقف أنا قدام الميكروفون أغني وأعزف كمان. طب دي اخبار جميله قوي، ما انت موهوب وصوتك حلو، بعد كده هتتشهر ومحدش عارف يكلمك. يا جدو مش هي دي المشكله، المشكله ان انا مش عارف ازاي انا هقف اغني قدام كل الناس اللي هتحضر دي. امال انت عايز تغني قدام مين؟ مش دي حفله ومسرح يبقى في ناس. يا جدو انا هقف قدام الميكروفون، ها هغني وهعزف كمان. على. يعني اكيد هغلط جدو. خلاص بقى انا قررت ان انا اكلم المستر هقول له اي عذر يعني يخليه ما احضرش الحفله كده. غلط غلط هتعمله ده غلط. اسمع بص يا مارك، وانا في سنك واصغر من سنك كمان كنت بحب المسرح. شوف يا مارك، اول ما هتخش هتلاقي في ناس كتيره قوي، اوعى تركز معاهم ابدا. اعزف اللحن بالطريقه اللي انت اتدربت عليها وحفظتها وانا واثق انك هتنجح. وعندي اقتراح تاني. ايه هو يا جدو؟ ابعت لسيدنا وشوف رايه ايه. يعني يا جدو انا لما هكلم سيدنا لما اطلع الحفله مش هخاف؟ ابعت له بس وشوف رايه ايه. حاضر يا جدو هبعت له امري لله. يلا قوم نتفرج على الماتش قبل ما يبتدي. يلا 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 يا حبيبي يلا، ده انت موهوب. اهلا يا مارك حبيبي، اهلا بيك، مبسوط ان اشوفك. شكرا يا سيدنا. بصراحه سيدنا الموضوع احكي لك بقى قصه عن الناس اللي بتخاف. اولا قصه من الواقع كان بيحكيها لنا ويدربنا عليها البابا شنود الله يرحمه نفسه. كان يعمل ايه؟ في كان هو بيقابل الناس بالليل وهو راهب، فبين بيت الخلوة وبين قليته في شجر، ودايما روح في العتمه ما كانش فيه اضاءه زمان، ففي شباب كان يروحوا في العتمه فيخافوا هم راجعين. فيعمل ايه؟ يقول لهم انا هوريكم ازاي ما تخافش. فقال للشاب ايه؟ امشي 5 خطوات وقول لي، اندهلي يا ابونا انطونيوس. يمشوا 5 خطوات يا ابونا انطونيوس، فابونا انطونيوس اهلا انا معاك يا حبيبي. كمان 5 خطوات تاني، ها يا حبيبي، لحد ما وصل بيت الخدوة. قال له قبلك حاجة في السكة؟ قال له لا، اصل الحقيقة شكل الشجر وهو مع بعضيه كده بيخوف، دي حاجة. والحاجة التانية قالها لنا، قال ايه؟ أول ما تخاف فكر أنت خايف من ايه؟ واحد يقول انا خايف من الفار، الفار هيعمل لك ايه؟ انا خايف من الصرصار، الصرصار ده هيعمل لك ايه؟ انا خايف من العتمه، العتمه هيطلع فيها ايه؟ يقول لك عفريت، هو في عفاريت؟ مفيش حاجه. حصل بقى قصه من كتاب مقدس. كان بني اسرائيل محتلين وفي حروب بينهم وبين البلاد اللي جنبيهم، وكانوا يعني بيهربوا الاكل، يجيبوا القمح يطحنوه، يجيبوا الذره ويطحنوها وياخدوها في اكياس يهربوها عشان ياكلوا، لأن الأعداء هياكلوا منهم الحاجة كلها. فجي جدعون وهو بيعمل الحكاية دي جاله الملاك قال له السلام لك يا جبار البأس، الرب معك. قال له نعم، جبار بأس إيه؟ ده أنا خايف مرعوب، ده أنا بلم الحاجة كده وبحطها في كيس وأهربها. وربنا معانا إيه؟ لو كان معانا ربنا ما كناش وصلنا للحالة دي. قال لا، ربنا معاك وأنت هتحارب وتنتصر. أحارب إيه؟ أنا حلت حاجات. قال له بس لا هتنتصر. قال له معلش يا رب انا خايف، يعني عايز دليل. ابتدى يديله دليل ورا دليل. قال له كده يا رب انا مطمن. وفعلا دخل حرب ودخلها باسلوب سهل قوي قوي، ودام ربنا اللي قال له ما تخافش ما خافش، ودخل وانتصر. كتير قوي من حروب بني اسرائيل لما كانوا بيحاربوا، لما يشوع بن نون حب يخش بلاد
أرض كنعان، ودي كان ناس كلها ناس عمالقة وصور جامد جدا، هيدخلوها ازاي دي وهم عدد غلبان وما عندهمش سلاح زي الناس اللي جوه عندهم جيش؟ قال له لا لا بسيطة يا حبيبي، بسيطة خالص، انتوا هتقعدوا كل يوم تلفوا مرة حوالين السور، آخر يوم بقى تلفوا 7 مرات حوالين السور. معاكوا سلاح؟ لا ما عندناش، معاهم حاجات كده منورة، صباح منور وقدرة كده موجود فيها. قال تخبطوا القدر في بعضها، تعمل صوت وتقولوا إن ربنا هيدينا انتصار. المهم راح عملوا كده، ليه الأسوار جرالها إيه؟ تهدى وقعت. الله، في حرب؟ مفيش حرب، ربنا قال لهم ما تخافوش هتدخلوا. حتى لما جم يعدوا البحر الأحمر قالوا بس فرعون ورانا والبحر قدامنا، رايحين فين؟ ميتين ميتين خلاص، ما يقدروش يحاربوا فرعون، ده كان جيش فرعون أقوى جيش في العالم، ودول معاهم إيه؟ ده غلابة، معاه عكاز يا دوب ومعاهم الحاجات البسيطة والناس العواجيز والأطفال. ربنا قال لهم ما تخافوش. طب هتعمل إيه يا رب؟ ده البحر وفرعون يعني. معلش يلا يا موسى اضرب العصايه في البحر، البحر يتشق. في حد يصدق البحر يتشق؟ اتشق البحر. اول ما حط موسى كده رجليه هوب البحر اتشق ومشوا على البر كده على طول. طبعا جه فرعون يمشي وراهم، راح موسى خرب ضرب تاني البحر، رجع وغرق فرعون. الله، ايه اللي غرق؟ قال لهم ما تخافوش انا معاكم، ما دام انا معاكم ما تخافوش. يبقى دايما ربنا معانا، ما تخافش ابدا ابدا. وإذا الواحد خاف يرشم الصليب يقول له أنا خايف من يا رب أنت معاي، وقال لنا ها أنا معكم كل الأيام، مش كده؟ صح، تمام كده، برافو يا مارك. تمام أنا كده فهمت يا سيدنا. تمام اتفقنا، يلا نقف نصلي بقى. يلا يا سيدنا. بسم الله والابن والروح القدس واحد أمين. برافو 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 يا مارك، بصراحة انت فرحت قلبي النهاردة. تعال يا بطل. لا كان رائع، كان رائع. شفت مارك النهاردة؟ كان تحفة. لا لا كان جميل جدا جدا. ماما انا عايزة ادخل الكورال عشان مارك كان صوته حلو قوي. بصراحة يا مارك انت كنت نجم الحفلة، انت كنت متألق جدا. شكرا شكرا. احلى حاجة ان مارك برغم كل الناس الموجودة في المسرح ما تهزش ولا خاف، وكان نجم واقف تمام. صحيح يا مارك، هو انت ازاي كنت وسط الناس دي كلها وما خفتش؟ انا هقولك عشان لما تبقي زي كده تعملي نفس الحاجة. اول حاجة انت لما تطلعي على المسرح هتلاقي ناس كتير قوي قدامك، اوعى تركز معاهم ابدا ابدا ابدا. بعد كده هتبدأي تعزفي اللحن بالطريقة اللي انت متعودة ومتدربة عليها، ولما يجي وقت الغنى اعرف ان انت شاطر وهتقدر تعملها، ولازم تكون مبسوط بكل حاجة انت بتعملها وغني بكل صوتك. ايوة بقى يا مارك، منك نستفيد يا عم. امال ايه؟ هو ده ابني حبيبي الشجاع. الرب معك يا جبار البأس. Thank you.